لا أدري، من يقرأ ديوانك أو قصائدك يلاحظ تكرار العيون في قصائد وشعر خالد الفيصل. لو سألتك هل العيون لها أثر معين عليك أنت أو على الشاعر؟ سر تكرار العيون في شعرك؟ العيون بالنسبة لي أنا في الإنسان هي مفتاح الشخصية. الإنسان عندما تنظر إليه تنظر إلى عيونه عشان تشوف إيش يقصد فعلا وإيش يعني بكلامه. مو أنا لوحدي اللي تغنيت في العيون، كل الشعراء يمكن تغنوا في العيون في جمالها في تعبيرها، لكن في أمر مهم بالنسبة للعيون من ناحيتي أنا. أنا دائما أناظر وجه الإنسان وأشوفه يتحكم في كل عضلات وجهه، يعني في ابتسامته في، لكن ما يقدر يتحكم في النظرة. نظرته إذا طلعت منه لا يستطيع، إذا كانت النظرة حزينة لا يمكن أن تكون هذه النظرة غير حزينة. إذا كانت نظرته تعبر عن فرحه فلا يمكن مهما عمل بوجهه من زعل ومن غضب إلا أنك تشوف في عيونه الفرح. فلذلك العين تعطي المعنى الحقيقي والصادق لنفسية الإنسان ولشعوره في تلك اللحظة. فهذا سر اهتمامي بالعيون. تعليل سليم، بس يحتاج إنسان شفاف يكتشف ما في العيون.